وينضم إلينا عبر الهاتف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب. يعني صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك سيادة النائب. يعني تعليقك على هذا المشهد اليوم وأمس وتوافد المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية على صناديق الاقتراع. الحقيقة مشهد جميل راقي، بيدل على حضارة مصر، بيدل على وعي شعب مصري، بيدل على التكاتف الغير عادي، والناس فاهمه وبدات تفهم اكتر واكتر يعني ايه حق الدستوري، يعني ان الانتخابات دي دايما بتمثل اهميه كبيره للبلد وحق الدستوري المواطن لازم يؤديه. انتخابات جايه في ظروف صعبه بتمر بيها مصر عموما، وده مديه احساس اكبر للمشاركه والوطنيه والخوف على البلد. وانتخابات جمالها كمان انها لاول مره في ثلاث مرشحين رؤساء احزاب، وبالتالي في احزاب وراهم وفي قوى وراهم، ودي حاجه جميله سياسيه. نعم. والمرشح الرابع الحقيقه برضه يتمتع بدعم من احزاب سياسيه وقوى اخرى. وبالتالي في حراك سياسي كمان غير الانتخابات كانتخابات، حراك سياسي قوي وجميل جدا، قايم على برامج، قايم على مستقبل، قايم على تقييمات صح. الكل في المرشحين حاول يقدم احسن برامج ليه ويقول هيعمل ايه، وسمعنا كتير من المرشحين ومن حملاتهم. فالاجمل من كده الحقيقه التطور الغير عادي للشباب في السن الصغير اللي حس يعني امن قومي على بلده، وبالتالي لقينا في تحركات ثانيه خالص من هذا القطاع كان كثير قوي ما بقاش موجود. يعني المراه طبعا مش هتكلم عنها لان هي في الاول وفي الاخر هي اللي هي دايما القاطره في الاصوات الانتخابيه عموما. يعني كبار السن المعهود بيهم بخبرتهم خايفين على بلدهم وفاهمين يعني ايه انتخابات، فدول دايما موجودين. وبرضه ظاهره جميله ذوي الاعاقه بيحاول كله حتى يدي صوته، فما فيش حد متخلف عن الادلاء بصوته، وده بيشجع كل ما الناس بتتفرج حتى في التلفزيونات بتشوف الناس نازله ازاي، اللي عنده كسل شويه بتتشجع بتبتدي تشجع، هي دايره بتلف في نفسها. الحمد لله الاقبال كويس او الانتخابات ماشيه اكثر من رائعه. طيب هل يمكن بذكر حضرتك تعدد المرشحين يعني قياس مدى تطور اي نظام سياسي يكون بمدى وجود انتخابات تقوم على التعدديه والمنافسه؟ طبعا، وده اساس في الدستور المصري بس بدا يطبق فعلا بالطريقه العمليه. يعني هو اساس محطوط في الدستور المصري. دايما انا بقول ان شجره الديمقراطيه هي لازم بتتزرع في البلد نفسها، في اي بلد. كل بلد هي اللي بتزرعها وبتكبر وبتتروي منها، فبتطلع شجره ثابته. وبالتالي كل مرحله احنا الحقيقه بنلاقي مكتسب تاني خالص في كل انتخابات، بس هذه الانتخابات التنوع بتاعها ادى بقى خلاص المساحه الطبيعيه اللي مصر هتمشي عليها اكيد بعد كده في التنوع في الاراء، في التنوع في الاحزاب، في المنافسه الجميله الشريفه على حب بلد، في تنوع برامج واختلاف برامج، وده وضع طبيعي. في الاول والاخر المواطن بيقعد يسمع ويشوف ويحلل وينزل يقول حيدي. سيادة النائب، يعني أيضا شاهدنا تضافر مختلف فئات الشعب من خلال التحالفات ومن خلال الأحزاب للعمل على توعية بقية الشعب من حقه في النزول والإدلاء بأصوات. الجميل برضو في هذه الانتخابات أن زي ما أنا بقول كل القوى اللي وراء كل مرشح، إذا كان أحزاب أو إذا كان قوى مدنية بأعلنت تأييدها لمرشح معين، هي واقفة وراه بكل تنظيماتها وبتحشد له. في نفس الوقت الكل بقى الجميع كان متفق على توعية المواطن بالمشاركة أيا كان حيث المين. فهي جاية في اتجاهين، ده جاية في اتجاه تكامل إن الكل عاوز الكل يشارك، وجاية في اتجاه تنافسي بعد كده ان الكل بيطلع احسن ما عنده عشان يساند المرشح بتاعه وهو ده الانتخابات. يعني هي دي الانتخابات
الأصلية اللي لازم تتم على طول. هل يمكن بناء على هذه البذرة لمصر للأمام، ليست هذه الدورة فقط وهذه الأعوام القادمة، ولكن للمستقبل القريب؟ هل يمكن طبعاً هذا؟ طبعاً ده يعني ده اللي أنا شايفه، وده اللي عشان كان بقول هي شجرة، الشجرة دي بتكبر وما دام هي مزروعة في مصر فبتكبر صح، بقت في أرض مصر بتكبر صح. وبالتالي وضع طبيعي ان الانتخابات دي ولا اول انتخابات ولا اخر انتخابات، طبيعي. وبالتالي هذه الانتخابات رائعه، اكيد اللي جايه هتبقى احسن، واللي جايه هتبقى احسن. وعي المواطن زي ما انا شايف الحقيقه بيزيد حتى لوحده، بدا حتى اما تيجي تسالي حضرتك حد في الاعلام كنت بشوف طب هتعمل ايه تدي مين، يقول لك ده في صمت انتخابي سريه. فالوعي نفسه الطبيعي حتى لجميع قطاع الشعب بقى وعي، بدا يبقى طبيعي، بدا عارف يعني ايه حق دستوري، بدا عارف يعني ايه المفروض قدام لجنه او جوه لجنه ما شيلش صوره مرشح، يعني واحده واحده لا القصه مختلفه. رساله حضرتك سياده النائب للمصريين في ثاني ايام الاستحقاق الانتخابي. بلدكم اللي هي بلدنا، اللي هو كلنا لازم بنشارك، لان هي في الاخر في الاول والاخر بلدنا. نعم. كلنا. نعم. حتى اللي معترض في حاجه، حتى اللي بيحب حد، حتى اللي مش ما بيحبش حد ينزل بيدي صوته للي هو شايف له احسن. في الاول والاخر كل صوت بيتحط بيرفع معنوياتنا احنا كشعب مصري في نسبه المشاركه، وبيحط حمل اكبر على اللي ربنا هيوفقه بان هذه الاعداد الغفيره نزلت لك بتقول لك عاوزينك. نعم. عاوزين هذا المشوار انت تعمله، وبالتالي هو حمل على المرشح القادم الحق اللي ربنا هيوفقه. الاجمل كمان انه حتى عالميا في ناس تقول لا واحنا مالنا برا بالعالم، لا طبعا احنا شايفين العالم بيبص للدول ازاي، وبالتالي بيبص للدول على تماسكها، على قوتها، على قوتها العسكريه. شفنا من احداث غزه ان مفيش حاجه اسمها انسان ضعيف، ما حدش بيعبره في العالم، وبالتالي حسينا بثقتنا اكبر احنا بينا وبين بعضنا على بلدنا وعلى قوتنا وعلى امننا وعلى اماننا وعلى ترابطنا. كل ده كل ده بيجمع في حاجه واحده اخرهم صندوق الانتخابات. دائما المطلوب او المهام التي تكون مطلوبه من المواطن تكون موجهه الى ولي الامر، ولي الامر المقصود به رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه لمصر للاعوام القادمه، ماذا يطلب منه؟ وايضا ماذا يطلب او المطلوب من المواطن المصري؟ يطلب منه ايه؟ وده طلب عام او كبير، يطلب منه الامن والامان، ده اول حاجه. وده قوتنا، قوه جيشنا، املنا ان انا حاسس ان انا بلد امنه، وده احساس الحمد لله موجود عندنا. بس الاحساس بيستديم ما ببقى عارف كمان ان انا عندي قوه منظمه قويه بتدافع عني، لان انا شفت. نعم. واحنا كلنا شفنا العالم ما بيعترفش بالضعيف، وبالتالي القوه بتحميكي، بتخلي العالم يحترم سيادتك الحقيقه، يعني هو السياده الوطنيه. ده نمره واحد. نمره اثنين طبعا مطلوب من اي حد حاجه، ولا ربنا يعينه، الوضع الاقتصادي العالمي اللي مش لطيف اللي مأثر علينا، وبالتالي لازم تبقى في تحركات اكتر اسرع لتخفيف المعاناه. ومطلوب من الشعب المصري انه يشتغل اكتر، لان كل ما هيشتغل خلاص اتعلمنا الدرس بقى، هنشتغل، هننتج، هنصدر، هيبقى عندنا عمله. مش هننتج. نعم. طب هناكل ازاي ونشرب ازاي؟ من يملك يحكم؟ المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة وهذا التوضيح وتحليل الصورة.